في عامهم الثالث من الحرب يستقبل اليمنيون عيد الأضحى كما استقبلوه في الأعوام الأخيرة الماضية، وضع اقتصادي مهترئ ومواجهات ممتدة على مختلف الجبهات وأزمات إنسانية لم تتضح لها نهاية. ارتفاع الأسعار وتدني متوسط دخل الفرد وعدم مقدرة الكثيرين على شراء المستلزمات العيدية مثلت أقصى المشاهد التي سبقت هذا العيد والأعياد في زمن الحرب والانقلاب. أزمة الرواتب كانت إحدى أبرز الأزمات التي يعيشها اليمنيون منذ ما يقارب العام، وزادت تفاقما في ظل حصار معيشي يواجهونه بسبب سيطرة سلطة الانقلاب من جهة وانتظار وعود الحكومة الشرعية بصرف المرتبات المنقطعة من جهة أخرى. هذه الأزمة زادت تفاقما منذ سبتمبر من العام الماضي بعد أن أقرت الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي إلى عدن كحل عملي، إلا أنها في ذات الوقت لم تفي بوعودها بالشكل المطلوب فيما يخص صرف المرتبات لكل من القطاع المدني والعسكري. في جديد الأحداث شهدت عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات شعبية لمئات العسكريين المطالبين بصرف مرتباتهم المعلقة منذ عدة أشهر. العسكريين أغلقوا الشوارع الرئيسية وأحرقوا الإطارات احتجاجا على التأخر الحكومي في صرف مرتباتهم. أسد الرؤساء والمسؤولين على الشعب هذا يرحمونا، يفكوا لنا رواتبنا، يعطوا لنا رواتبنا، نحن عيدة مش معانا بيوتنا حتى بصلة، عيوننا قواعة، هذا اللي الناس تدور، ما ندور حاجة ثانية، ندور رواتبنا بس يرحمونا. احنا انسان مسؤول علينا يرحمنا، احنا يبعثوا بعض الشعب، يبعثوا بعض قضية الشعب. التظاهرات الاحتجاجية التي تقام بين الفينة والأخرى والمنادية بصرف المرتبات في عدن وعدد من المحافظات المحررة تزامنت مع وصول رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى عدن وحديثه عن سرعة تسليم مرتبات الجيش والأمن، إسوة بالموظفين المدنيين والمتقاعدين الذين صرفت مرتباتهم خلال الفترة الماضية. لكنه أمر يجده مواطنون بمثابة وعود غير واقعية، خصوصا وأن هناك مدنيين ومتقاعدين لا يزالون مستمرين في احتجاجاتهم شبه اليومية. تتوقف فرحة المواطن اليمني بالعيد بين شتات هنا وهناك، ففي حين يعيش المواطن أزمات لا حصر لها في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف الانقلاب، لا يزال الآخرون يعيشون ذات المأساة في المحافظات المحررة.